FM. الكلمة ليك. رغم أني لا أعتقد أنك لا تفهمين من الإشارة. لا أنا نقول للناس. لا باش أنا ما نتحملش مسؤولية زي أنا أقول. حتى شعبنا ذكي ولكن لا يقبل. لا لا هذا بكل وضوح أنه إحصائيات رسمية من طرف مكاتب الدراسات أثبتت أنه نسبة كبيرة ياسر ممن تم تعيينه على أساس الولاء هي بنسبة كبيرة أكثر من ثلثين على أساس الولاء للنهضة. وهذا معروف وهذا معروف ومش جديد وليس عداء للنهضة وإنما نقد لسياسة النهضة. هذا به كيف نقولوه بكل وضوح باش نجمو نزيدو نقدمو اليوم حركة النهضة تشارك في الحكومة هذه وهاو سؤالي زاد التوضيحي تشارك في الحكومة هذه بوزير مهم اللي هي وزارة التشغيل. وزارة التشغيل الفيزافي متاح المفروض انتوما معناها الاتحاد العام التونسي للشغل الى اخره على اساس ان الثورة قامت على التشغيل والكرامة الوطني والحرية. لكن يحدث انه ما نعرفش شنو علاقتكم بالوزارة هذه. يا هل ترى الوزارة هذه متحملة مسؤوليتها فعلا والا كله محطوط على كتاف وزارة الشؤون الاجتماعية؟ اولا احنا علاقتنا بحكومة بمختلف مكوناتها وليست بانتماءات حزبية داخل الحكومة. من يومين من ثلاثة أيام يوم والله نسيت بالضبط الخميس أو الجمعة كان لي لقاء مع وزير التشغيل المهني دونك سؤالي في بلاست لأنه يوم غد سيقع افتتاح الندوة كبيرة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامن بتنسيق تام مع الحكومة عبر وزارة التشغيل وما عندناش لا عندنا مواقف عدائية ولا عندنا مهدنات ولا عندنا كذا. أنا من اللي عرفت العنوان ظاهر اللي هو اقتصاد التضامن يعني سيل الاتحاد وهو بالشراكة مع قسم مع الاتحاد العام للشغل كما قلت لك وزارة التشغيل والتكوين المهني وسيقع افتتاحه من طرف رئيس الحكومة بمشاركة الاتحاد وكما قلت لك وزارة التكوين المهني والتشغيل وما عندناش إشكاليات وكل موقع الاتفاق فيه سنعمل واتفقنا على هذا أنه سنعمل على تسييده باعتبار أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ينجم يكون رافد بديل أفق أمل من وال تاني جديد خاصة أنه نعرفه في عديد البلدان وخاصة أن أمريكا اللاتينية كان لهذا النوع النمط أو لهذا النمط من الإنتاج دور كبير في التنمية في البلاد. نأهيك وأنه تقريب 17% من سكان البرازيل اللي هي تعد أكثر من 170 مليون هذه كيما غلطت انت بكري في 170 ألف التونسي في ليبيا. اذا قلت انه من 170 اكثر من 170 مليون تقريب يعني 17% منهم تقريب 25 مليون ساكن في البرازيل وقع انتشارهم من تحت خط تحت عتبة الفقر نعم بهذا وانا خدمت عليها هذه دراسة كاملة كاب اف ام الكلمة ليك.